في شأن الحزبي دائما وتحت شعار أي دور لشباب الجهة في بناء النموذج التنموي الجديد، نظم فرع الشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الملتقى الجهوي الثالث للشبيبة الاتحادية. عماد أمسمير ومحمد أمين عموري معهما تفاصيل الموضوع. الملتقى الجهوي الثالث للشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة مناسبة للانفتاح على الشباب بهذه الجهة وخلق فضاء للنقاش العمومي في صفوف مناضلات ومناضلي الشبيبة الاتحادية وتقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب وتفعيل دوره في بناء النموذج التنموي الجديد. إخوان توفقوا في هذا البرنامج اللي اعطوه هذا البعد، وتوفقوا في إعطاء هذا الأفق لعملهم الحزبي باستمرار في المصالحة والانفتاح على كل الكفاءات والفعاليات المؤمنة بالمشروع التنموي الديمقراطي الحداثي. أي دور لشباب الجهة في بناء النموذج التنموي الجديد؟ سؤال محوري تم تداوله في الملتقى مساهمة من الشبيبة الاتحادية في تعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة المتدخلين إلى جانب الشباب لتفعيل ورش الجهوية ووضع تصور شبابي للنموذج التنموي الجديد. تفكير في نموذج تنموي جديد يقدمه شباب الاتحاد الاشتراكي وورشات تخص المسألة المرتبطة بالفعل يعني الانتخابوي والسياسوي استعدادا يعني للمراحل السياسية المقبلة. الملتقى الذي عرف مشاركة أزيد من 200 مشاركة ومشارك من أعضاء الشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تخلله مجموعة من العروض السياسية والندوات الأكاديمية والورشات التكوينية.